انا جالي خبر دلوقتي او مش جالي خبر في خبر تاني في نفس الورقه نفس الورقه مستند خاص لاسماعيلي ايقاف قيد بسبب ابراهيم حسن في مستند وايقاف قيد بسبب ابراهيم حسن بقى نفتكر كده ابراهيم حسن اللي كان في الزمالك وبعد كده راح بيراميدز ودلوقتي في الاتحاد السكندري بالظبط لو نفتكر كان انتقاله بالظبط بالظبط كده لو تفتكر انتقاله من الاسماعيلي للزمالك كان في ازمه كبيره بين نجوم المستقبل والاسماعيلي بسبب ان لازم نجوم المستقبل يوافق عندنا دلوقتي الاسماعيلي عنده ايقاف قيد اصلا بسبب التونسي لسعد الجزيري اللي هو المستحقات 600 الف دولار لازم يدفعها فكده كده اوريدي الاسماعيلي عنده ايقاف قيد تواصلت مع الاستاذ محمد الطويع رئيس نادي نجوم المستقبل قال الاسماعيلي خلال الايام الجايه هيتم ايقاف قيده ليه علشان هو دلوقتي المفروض ليه 24 مليون جنيه المستند ريت يتعرض على الشاشه يلا نعرض دلوقتي يا جماعه بعد اذنكم ان هو دلوقتي نجوم المستقبل مطالب 24 مليون المهندس ابراهيم عثمان قبل رحيله باسبوع من المجلس وتولي الاستاذ يحيى الكومي رئاسه نادي الاسماعيلي كان طلع كده خطابها انه يا ريت نشوفه على الشاشه ان هو الايداع ال 24 مليون ادعهم في البنك في للنادي الاسماعيلي هو كان واخد صارف على النادي قيمه 61 مليون جنيه بس مديه مش قرض للنادي مش مديه اللي هو حاجه منه حسنه مثلا او حاجه اللي هو بيمن على النادي لا ده كان قرض للنادي وهو في وقت ما يحتاجه هو هياخده عشان الناس كانت بتتكلم اللي هو بيصرف او ما بيصرفش فدلوقتي هو في اخر اجتماع والاعضاء مضوا على الورق ده كله ان خلاص هو طالب من الاسماعيلي من المجلس الجديد اللي انا القرض بالنسبه لي ال 24 مليون جنيه ده هيكون ينفع يا جماعه نحطه كمان على الفيديو ونشوفه ده بالنسبه له يكون موجود فاذا هو المهندس ابراهيم عثمان سد ال 24 مليون جنيه المجلس بقى الحالي هيعمل ايه هي دي بقى القصه اهو المستند اهو معانا بالظبط المستند لو تقرا تشوف ارجو توجيه نرجو توجيه الدعوه لانعقاد مجلس اداره النادي الاسماعيلي يوم 20/10/2021 ونود الاحاطه التي انا مش شايفها قد تنازلت عن مبلغ وقدره 24 مليون جنيه من القرض المقدم مني للنادي الاسماعيلي وذلك لسداد المديونيه المستحقه على نادي لصالح نادي نجوم النجوم الرياضي وعليه يتم اتخاذ الاجراءات واجبه الاتباع نحو ادراك هذا الطلب ضمن جدول اعمال المجلس والعرض على الساده اعضاء مجلس الاداره وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي مهندس ابراهيم عثمان ده كان يوم 20/10 اللي هو قبل ما المجلس الجديد يكون موجود باسبوع بالظبط والمجلس كله وقع على العقد ده فدلوقتي ايه اللي هيحصل للاسماعيلي مشكله كبيره بالظبط مشكله كبيره دي بقت مشكله كبيره ده هو ده لو تلاحظ اخر ورقه كل البنود بكل حاجه موقع عليها المجلس كله بالكامل فده حاجه حصر هايل فقره هايل يا حامد في العادي